أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية استحضار المعاني الإيجابية لمفهوم الانتماء والمواطنة والحفاظ عليها وجعلها جزءا أساسيا في الفكر والثقافة والممارسات المجتمعية من خلال رؤية متكاملة لتقوية الحس الوطني وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتقوية إيمان الأفراد بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في الشأن العام. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم برعاية حفل افتتاح أعمال ملتقى التنمية السياسية البحرين انتماء ومواطنة والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين ونخبة واسعة من الكوادر الفكرية الوطنية والخليجية. وبهذه المناسبة قال معاليه: إن مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حرصت على تأمين كافة الحقوق لمواطنيها وفق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما عزز من مكانة البحرين كبيئة نموذجية تتمتع بروح التعايش والتسامح والتعددية التي تميز المجتمع البحريني. ونوه معاليه بأن التمسك بقيم الانتماء والمواطنة بات اليوم معيارا يعكس تقدم المجتمعات والدول ارتكازا على ما تتضمنه دساتيرها وقوانينها من حقوق وواجبات تكسب الفرد دوره وتشعره بأهميته في المجتمع وتجعله عنصرا فاعلا في الحفاظ على أمن وطنه واستقراره وتقدمه. كما أشاد معاليه بأهداف ومضامين ملتقى البحرين انتماء ومواطنة وما يحمله من معان سامية ترمي إلى تعزيز القيم الوطنية التي نهضت عليها حضارة البحرين وإرثها التاريخي والعمل على تكريسها لتقوية الروابط الراسخة التي تجمع شعب البحرين بوطنه وقيادته. وأضاف معاليه قائلا: إن تزامن انعقاد الملتقى مع مناسبة وطنية مهمة وهي قرب احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من شهر ديسمبر المقبل إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى انضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم يعد مظهرا وطنيا ونهجا نحث الجهات ذات العلاقة على مواصلة غرسه وتكريسه في مجتمعنا وبخاصة في نفوس الشباب والناشئة، ونشجع على تنظيم مثل هذه المبادرات التي تجمع قادة الفكر لوضع الأسس وطرح الأفكار الهادفة لتبني مشروعات عملية من شأنها أن تسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة بين أفراد المجتمع. وأثنى معاليه على جهود معهد البحرين للتنمية السياسية ومبادراته الرامية إلى تعزيز الثقافة السياسية ونشر الثقافة الديمقراطية في المجتمع. وخلال الحفل ألقى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على دعمه المتواصل لبرامج وأنشطة المعهد، مرحبا فيها كذلك بالمشاركين في أعمال ملتقى التنمية السياسية. وأكد سعادته أن الملتقى يأتي في إطار التزامات معهد البحرين للتنمية السياسية بترجمة التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى أيده الله بشأن نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المواطنة وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني وبالتوافق مع الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. ونوه بأن انعقاد الملتقى يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والقومية واستشعارا بخطورة التهديدات الداخلية والخارجية التي تحدق بالدول الخليجية والعربية وتستهدفها في أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسلامة شعوبها وهويتها الثقافية والحضارية والدينية، وإدراكا لأهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني وتعزيز الاحترام والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع. وأوضح أن البحرين انتماء ومواطنة ليس مجرد شعار وإنما هو قيمة سامية وحقيقة سياسية ومجتمعية تؤكد فخرنا واعتزازنا بالنموذج الوطني الذي أرسى قواعده جلالة الملك المفدى قبل عقدين بإطلاق مشروعه الرائد للإصلاح والتحديث وترسيخ دولة المؤسسات والقانون على أسس من الحرية المسؤولة والتعددية والعدالة.
كل ثقة وحب وانتماء. وقبل أعرف معنى الوصف كنت الصغير اللي ينتظر ديسمبر كل سنة، لما كل شيء يلبس اللون الأحمر، أولهم أسرتي. لما أوصل المدرسة مع طابور الصباح عرفت معنى الوطن مع أول رفة علم، ومع نشيدنا بصوت روح وحدة، بحريننا بلد الكرام اللي الكل يفرح له بهزة شبك. واللي لبس الذهب تشرف به. إحنا جماهيرك ونرفع لك أعلام، ومال الزعامة غير شعب الزعامة. الإنجاز يسبقه في كل زمان وميدان مهل السلام اللي أجمع فيه 98.4 من الشعب على ميثاق العمل الوطني اللي نجني ثماره اليوم. صفحة مضيئة في تاريخنا الحديث، ومعلما بارزا لانطلاق البحرين. الوطن اللي وحده الاقتراع وما يفرقه، الكل رافع راسه ويشهد لها اعلامه، اعلامه اللي كلنا اليوم جزء منه. ايش كثر شباب نرفعوا راية بلادنا في كل مكان. الوطن اللي يتغنه بفنه أهله وناسه، اللي الزينة فيه تذكرنا وما تنسانا، الديرة اللي في قلوبنا كبيرة لو كانت صغيرة. بعد عمر مو بقصير أخيراً عرفت إن الوطن بكل سياساته يسعى للتنمية، بروح الانتماء والولاء، روح الوطن الواحد. البحرين انتماء ومواطنة. يحدون الفخر والاعتزاز بأن مملكة البحرين، وفي ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة، هي دولة القانون والمؤسسات، وهي وطن الانتماء والمواطنة والعمل والإنجاز والشراكة الفاعلة في صنع القرار. المواطنة هي الانتماء إلى وطن، هي الإيمان بمبادئ وقيم ونظام هذا الوطن والدفاع عنها. المواطنة الصالحة الإيجابية هي أن يقوم المواطن بأداء دوره بأمانة وإخلاص في سبيل وطنه. المواطنة هي بصمة في الإنسان نفسه لا تفارقه مدى حياته، من يوم مولده إلى مماته. أن تحس بهذا الوطن، أن تخلص لهذا الوطن، أن تحب هذا الوطن، أن تعلي شأن هذا الوطن حتى على مصالحك الشخصية. لله الحمد، البحرين تتمتع بجزء كبير من ثقافة المواطنة والانتماء. فالمواطن البحريني تراه في ظل جميع التحديات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، تراه مواطن صالح، مواطن يعرف قيمة الوطن. عندما نرى هناك دول تحيط بنا افتقدت لمعنى الوطن، حتى أصبحت للأسف الشديد بقايا دول. عندما ضمن الدستور وميثاق العمل الوطني حقوق المواطن كاملة، وأسس إلى ديمقراطية تصون هذه الحقوق، فعلى المواطن أيضا أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الوطن. هذه هي المواطنة الصالحة، بحيث يدرك المواطن ما هي حقوقه وما هي واجباته، وأن يتحرك من خلال موقعه لتعزيز هذا الوطن. وانتماؤه لهذا الوطن يعني التضحية بكل ما يستطيع عندما يطلب الوطن منه ذلك. كل هذه المفاهيم
ترتبط بعضها ببعض لتشكل شخصية الإنسان وتحسس الإنسان أولا بالأمان. عندما يحس الإنسان بوطنيته وبانتماء لبلده هو المكسب الأول له شخصيا، عندما يحس بالأمان في بيته، في معيشته، مع أولاده، في الطريق، في أي مكان. هذه قيمة البلد وقيمة الوطن وقيمة المواطنة. السؤال اللي يطرح نفسه دائما، من هي الجهة المسؤولة عن تعزيز هذه الثقافة، ثقافة الانتماء والمواطنة؟ هناك من يعتقد بأن الإعلام أو التربية والتعليم من خلال كتاب يدرس في المدرسة. في اعتقادي الشخصي بأن تعزيز هذه الثقافة يتحملها جميع من يعيش على هذه الأرض، الوالدين، الأسرة، المدرسة، رجال الدين، كتاب المقالات، الصحفيين، كلنا مسؤولين عن تعزيز هذه الثقافة، فالبحرين تستحق الكثير الكثير. نريد أن تكون مبادئ الانتماء وقيم المواطنة عقيدة وطنية ثابتة ومستمرة، وسيلة فاعلة لترجمة حب مملكة البحرين. أنتم سفراءها، أنتم رجالها، نساءها، شبابها، أعيالها، أنتم صناع مستقبلها الزاهر. البحرين انتماء ومواطنة. البحرين انتماء ومواطنة. البحرين انتماء ومواطنة. البحرين انتماء ومواطنة. بعدها تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بتكريم المتحدثين في الملتقى ومديري الجلسات والرعاة الإعلاميين، متوجها بالشكر إلى كافة المشاركين، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مساعيهم للإسهام في تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء والوصول إلى أفكار مبتكرة ومرئيات بناءة تدعم التطلعات المشتركة لصالح الشعوب العربية ولخير وسعادة الإنسانية. بداية التسجيل لهذا الملتقى عندما يفوق العدد 1000 مشارك لحضور هذا الملتقى دليل بأن هناك حرص من المواطنين بمختلف تخصصاتهم، حريصين على حضور مثل هذه الملتقيات، وهذا الحقيقة اللي احنا كنا نسعى له. معهد التنمية السياسية أنشئ من أجل نشر ثقافة معينة، نشر ثقافة الديمقراطية، تقبل الرأي الآخر، ثقافة الحوار. المنتدى مثل ما شاهدت اليوم المنتدين تحدثوا بوجهات نظر مختلفة، كان هناك مداخلات جدا ممتازة يستمع فيها المسؤولين لهذه وجهات النظر المختلفة، راح تساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة كلهم في مجاله. مثل ما شفت احنا تكلمنا عن التعليم، تكلمنا عن الأسرة، تكلمنا عن الإعلام. هذا المثلث هو الآن المثلث المهم في أي مجتمع مدني. احنا في البحرين عندنا قصص نجاح كبيرة، المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حقق الكثير من النجاحات التي يجب أن تبرز إعلاميا، ويجب أن تعزز بعض الثقافات اللي إحنا في حاجة لها في ظل الفوضى الموجودة. ثقافة المواطنة إحنا لله الحمد لدينا تجربة جدا كبيرة. هناك وجهات نظر في هذا الموضوع، هناك من يعتقد بأن المواطنة هي الصوت العالي أو المصارحة بشكل يختلف عن ثقافتنا إحنا كمجتمع. كلنا نريد الإصلاح، كلنا نريد التطور، كلنا نريد الخير لهذا البلد الجميل بأهله، ولكن هناك ثقافة يجب أن تعزز، وهناك أسلوب حوار يجب أن يتم إبرازه بالشكل الصحيح. الكل يعاني الآن من الفوضى الإعلامية الموجودة في مجتمعاتنا. كنا نعتقد بأن هذه الفوضى لم نراها نحن إلا في 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 بدايات 2011 في الوطن العربي، ثم شفناها في العالم الغربي بدأ يعاني منها، الكل يعاني من هذه الفوضى. فتأتي مثل هذه الملتقيات لمناقشة مثل هذه المواضيع، من هو المسؤول لتعزيز مثل الثقافات اللي احنا نحتاجها، نستمع لوجهات نظر مختلفة، ولله الحمد أعتقد بداية موفقة للأخوة المنظمين، وأتمنى التوفيق للجميع.